السلام عليكم، صباح الخير. في هذه الصبيحة جيت أديت الواجب الوطني تاعي وقدمت صوتي وانتخبت، وإن شاء الله ندعو كل الشباب وكل الجزائريين، لأنه هذا حدث لأول مرة نقول باللي انتخابات نزيهة وحرة، لجنة مستقلة، ولأول مرة ما عندناش مرشح تاع باين من جهة معينة. وبارك الله فيكم، يعطيكم الصحة وتحية الجزائر، وإن شاء الله اللي يكون راجل هو اللي يفوز، وإن شاء الله اللي الشعب يرضى عليه يفوز إن شاء الله. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.